السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي كل من عصير الليمون والشاي الأسود لمجموع المشروبات التي تمتاز بالمذاق الفريد والقيمة الغذائية العالية، إذ بغناهما فيما يخص مضادات الأكسدة، فهما يحميان الخلايا من الشوارد الحرة المسببة للأورام. أما بانخفاض السعرات الحرارية على مستواهما، فهما يعززان خسارة الوزن. وأخيراً ما يهم السكري، فحسب بحث أجري على مجموعة من الأشخاص، فإنه بعد تلقيهم ل 250 مللتر من عصير الليمون رفقة 100 غرام من الخبز، شهدوا بعد مرور 180 دقيقة انخفاضاً ملحوظاً في نسب جلوكوز الدم قدر ب 30% أقل من المجموعة المستهلكة للشاي الأسود. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في دعم انتظام جلوكوز الدم لديك، فينصح بعصر حبة واحدة من الليمون في كوب متوسط من الماء، ومن ثم شربه بعد إحدى وجباتك في اليوم. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المقارنة بين عصير الليمون والشاي الأسود. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.